المادة كأنها مادتين يعني منفصلتين، يعني الجزء النظري ما له دخل أبداً في الجزء العملي. في الجزء النظري راح نتكلم عن 5 chapters وراح تكون نظري بحت، يعني عن كيف الحاسب من جوا وكيف تنتقل البيانات وكيف تصميم الحاسب وإيش هي المعالج وإيش هي انتقال البيانات وإشياء دقيقة، إنه كيف تنتقل البيانات داخل الحاسب بدقة يعني. فكله كلام نظري بحت، بينما الجزء العملي راح يكون اللغة برمجة قديمة جدا جدا اسمها أسمبلي، وراح نتكلم عن هذه لغة البرمجة وأساسياتها وكيف تنكتب من A to Z. وراح ناخذ في نهاية اللاب يعني راح ناخذ راح يكون عندك مشروع، طبعا راح أشرح معاكم عدة مشاريع سابقة وراح أشرح معاكم فكرة المشروع إن شاء الله. بهذه المادة راح أشرح لكم الجزء النظري أول شيء اللي هو من شابتر 1 لحد شابتر 5، وبعدين راح أشرح لكم جزء اللاب كله، جزء العملي كله. وقلت ما قلت لكم الجزء النظري يختلف تماما عن الجزء العملي. المادة يعني متوسطة ما هي للسهولة، إذا شفتيها أول بأول بإذن الله راح تفهمينها كلها، حتى النظري راح تفهمينه والعملي راح تفهمينه، وراح تكونين قادرة على حل اللابات وحل المشروع بنفسك إذا فهمتي المادة واللغة صح. طبعا الكلام النظري كله حفظ بحت، بس أي وحدة تمسك كلام نظري كلام يعني أسطر لبحتة مستحيل تحفظها، حتى لو حفظت راح تنسى وراح تتلخبط، بينما لما تفهمين الكلام بإذن الله راح يكون سهل عليك أنك تحفظينه. ما راح اطول عليكم، راح نبدا اليوم ان شاء الله مع تشابتر 1، وراح يكون تشابتر 1 عباره عن 2 بارت مقسم عندكم. راح نبدا اليوم في بارت 1 من تشابتر 1 اللي هي الانترودكشن، مقدمه عن الماده. راح نتكلم اليوم عن الجزء النظري طبعا، قلنا ايش الفهرس اللي عندنا. اوكي نبدا اليوم من هذا السلايد، وراح ناخذ الفرق بين الاركتكتورز وبين الاورجنايزيشن. الاركتكتورز هي الهيكله او المعماريه، بينما الاورجنايزيشن هي التنظيم يعني ينظم الشيء. فمهم جدا بهذا السلايد نفهم الفرق بين الاركتكتورز وبين الاورجنايزيشن، مهم جدا الفرق بينهم ترو فولس. ممكن يحطوا لك مثلا معلومات الاركتكتورز عند الاورجنايزيشن فولس، او معلومات الاورجنايزيشن عند الاركتكتورز برضو فولس، فلازم نفهم الفرق بينهم كمقارنه. في هذا السلايد راح ناخذه هذا السلايد وهذا السلايد برضو. طيب نبدأ من هذا السلايد. إيش الفرق بين الأركيتكتورز وبين الأورجنايزيشن؟ أول شيء راح نتكلم عن الأركيتكتورز، بعدين راح نتكلم عن الأورجنايزيشن. الأركيتكتورز هو الشيء أو الصفات أو الخصائص اللي تكون مرئية من قبل المبرمج، يعني هي الشيء اللي يهم المبرمج، هو الشيء اللي يشوفه المبرمج. مثلا عندنا instruction هي تعليمات البرمجية، عدد البتات المستخدمة للداتا، يعني المهم أشياء برمجة، عدد البت، الانستركشن تعليمات حقت الكود، الآلات، العناوين الذاكرة، كلها أشياء حقت يشوفها المبرمج، هي أشياء لوجيكالي، هي الأشياء اللي يشوفها المبرمج. زي مثلا أقرب مثال instruction اللي هي تعليمات الكود، يعني هي صفات اللي يشوفها المبرمج. طيب الأورجنايزيشن لا، الأورجنايزيشن إنه كيف هذه المميزات حنا راح ننفذها، أنا أسأل نفسي كيف هذه المميزات راح أنفذها أسويها implemented. اوكي مثلا عندنا الهاردوير، فباختصار الاورجنايزيشن هي عباره عن هاردوير، هي الميموري، هي السي بي يو، هي الانبوت اوتبوت. احنا عارفين الكمبيوتر يتكون من 3 اجزاء، يتكون من ميموري اللي هي مكان التخزين، يتكون من السي بي يو اللي هو المعالج اللي هو ينفذ لك العمليات، ويتكون من الانبوت اوتبوت اللي هي اجهزه الادخال والاخراج، مثلا الفلاش، السي دي، اليو اس بي، هذه هي الانبوت اوتبوت. فالاورجنايزيشن هي الهاردوير. ايش يعني هاردوير؟ يعني هي الاشياء المحسوسه اقدر امسكها، اوكي فيزيكال. يعني ايش يعني فيزيكال؟ يعني الاركتكتورز هي لوجيكال، اشياء غير محسوسه، اوكي بينما الاورجنايزيشن هي اشياء فيزيكال، يعني اشياء محسوسه. اوكي لو تلاحظون الميموري انا اقدر امسكها، المعالج اقدر امسكه، انبوت اوتبوت اللي هم اجهزه ادخال واخراج زي الطابعه، اليو اس بي، الفلاش، هذا كلها اقدر امسكها. بينما الاركتكتورز هي الاشياء اللوجيكالي اللي انا ما اقدر امسكها، الاشياء البرمجيه اللي يشوفها المبرمج، مثلا زي الاكواد اقدر امسك الكود؟ لا ما اقدر امسك الانستركشن الكود، ما اقدر امسكها. بينما الاورجنايزيشن هي الاشياء الممسوكه، الهاردوير يعني اشياء ممسوكه. فبس اعرفوا انه الاركتكتورز هي الاشياء اللي يشوفها المبرمج، زي عندنا الانستركشن اللي هي الكودينج، اوكي فهذا هو الاركتكتورز. بينما الاورجنايزيشن هي السمات او الخصائص اللي انا يعني كيف اخلي هذه الخصائص والمميزات انفذها، هي الهاردوير الاشياء الممسوكه، زي عندنا الميموري، السي بي يو، والانبوت اوتبوت، هي امثله على الاورجنايزيشن. بينما الامثله على الاركتكتورز اللي هي الانستركشن
وعدد البتات المستخدمة في التمثيل، الـ Input Output Mechanism، الـ Address Techniques، كل هذه أمثلة على الـ Architectures. لو تلاحظون الفرق الرئيسي، هي مقارنة، الفرق الرئيسي بين الـ Computer Organization والـ Computer Architectures، الفرق الرئيسي بين Organization اللي هو التنظيم والـ Architectures اللي هي معمارية، أنه الـ Organization هي الـ Internal Argument، هي الأشياء الداخلية، أشياء داخلية لأي كمبيوتر. أنا عندي جهاز، الأشياء الداخلية الـ Internal هي الـ Organization. مثل إيش؟ مثلا عندي تصميم الـ CPU، المعالج، البروسيسور هو المعالج زي ما قلت لكم، الميموري اللي هي واحد اللي هي ذاكرة، الـ Input Output، هذه هي الـ Organization. فما هو الـ Organization؟ هي الأشياء الداخلية لأي جهاز. الجهاز يتكون من معالج، يتكون من ميموري، ويتكون من Input Output. فالـ Organization هي الأشياء الداخلية الـ Internal لأي كمبيوتر في الحياة. مثلا مثال عندنا الـ CPU، المعالج، البروسيسور، الميموري والـ Input Output، هي أشياء الـ Hardware محسوسة. بينما الـ Architectures هي الصفات حقت الكمبيوتر، هي features of a computer. هي زي ما قلت لكم architectures، وش هي architectures؟ قلت لكم قبل architectures هي الانستركشن، هي الكود اللي يشوفه المبرمج. فالarchitectures زي ما قلت لكم هي الانستركشن، هي الاكواد اللي يشوفها المبرمج، اوكي؟ ومو شرط انها تتنفذ. فيقول لك اغلب الناس some، يعني اغلب الناس او في كثير من الناس ما يفرقون بين الكمبيوتر organization والكمبيوتر architectures. يعني اغلب الناس او كثير من الناس some، يعني بعض الناس ما تفرق بين الكمبيوتر اورجانيزيشن والكمبيوتر اركتكتشرز، معنا في فرق بينهم زي ما شفناه. هذه مقارنه ممكن تجيكم في اختبار. طيب يقول لك في نظام، مثلا عندنا كثير انظمه، عندنا نظام ويندوز، صح ولا لا؟ الحين في العصر الحالي عندنا نظام ويندوز، عندنا نظام ماك، صح ولا لا؟ احنا نص الناس يستخدمون نظام ويندوز والنص الاخر يستخدمون نظام ماك، اوكي؟ بس قبل من زمان كان في نظام اسمه انتل، وكان هذا نظام مره مشهور، اوكي؟ وكان في اصدار من انتل اسمه 86، وبرضو كان في نظام ثاني اسمه اي بي ام، وكانت اشهر الاصدارات من نظام اي بي ام اللي هو نظام اصدار 370. فانا عندي نظام انتل، اوكي، عندي نظام انتل وعندي نظام اي بي ام. الانتل سوى اصدار اسمه 86، والاي بي ام سوت اصدار اسمه 370. طبعا الانتل، اوكي، كانت تتشارك، يعني مثلا انا عندي مثلا زي مثلا ايفون، مثلا شركه ايفون عندها ايفون 1، ايفون 2، ايفون 3، ايفون 4، ايفون 5، ايفون 6، ايفون 7، ايفون 9، وهكذا، صح ولا؟ في اصدارات. نفس الشيء انتل عندها اصدارات كثيره، فجميع الاصدارات حقت انتل تتشارك من ناحيه الاركتكتشرز. يعني عمر الانتل ما غير الاركتكتشرز حقتها، دائما كل اصدارات انتل نفس الاركتكتشرز، تتشارك نفس الاركتكتشرز. وحتى الاي بي ام، شركه اي بي ام نفس الشيء، جميع الاصدارات حقت شركه الاي بي ام تتشارك بنفس الاركتكتشرز، يعني ما عمرها غيرت الاركتكتشرز. بس لو تلاحظون دائما الاركتكتشرز ما نغيره، سواء كان نظام انتل او نظام اي بي ام. الانتل والاي بي ام من اشهر الانظمه اللي ما غيرت الاركتكتشرز حقتها، ودائما هي متشاركه بنفس الاركتكتشرز حقها. بينما مين اللي تغير؟ اللي تغير دائما الاورجنايزيشن. تلاحظ معاي الاورجنايزيشن اللي هو، طبعا احنا قلنا في فرق بين الاركتكتشرز وفرق بين اورجنايزيشن. الاورجنايزيشن يختلف باختلاف الاصدارات، يعني كل ما جاء اصدار جديد اختلف عندي الاورجنايزيشن. فالاصدار الاول اورجنايزيشن، والاصدار الثاني اورجنايزيشن ثاني، والاصدار الثالث اورجنايزيشن غير. فالاورجنايزيشن يختلف باختلاف الاصدارات، بينما الاركتكتشرز يقعد واحد نفسه ما يتغير. يعني لاحظ معاي انتل بجميع اصداراته نفس الاركتكتشرز، والاي بي ام جميع اصداراتها نفس الاركتكتشرز. فشركه انتل ما غيرت ابدا الاركتكتشرز حقتها، وحتى شركه اي بي ام عمرها ما غيرت الاركتكتشرز حقتها. فلاحظوا معايا الانتل يعني تشارك نفس الاركتكتشرز دائما، والاي بي ام برضو تتشارك نفس الاركتكتشرز دائما، بينما الاورجنايزيشن حق الانتل والاورجنايزيشن حق الاي بي ام يختلف باختلاف الاصدارات. فلنفهمه هنا انه الانتل جميع الاصدارات نفس الاركتكتشرز، بس بيختلف الاورجنايزيشن. وحتى شركة اي بي ام يعني بجميع الاصدارات نفس الاركتكتر، نفس الاركتكترز، بس يختلف معانا الاورجنايزيشن باختلاف الاصدارات. ويقول لك ان الكود دائما راح يكون متوافق، يعني عمرنا ما غيرنا الكود، يعني دائما جميع اصدارات الانتل وجميع اصدارات الاي بي ام نفس الكود، فانا عندي توافق بالكود. هذا الشيء بعكس، يعني لما يكون الكود واحد ما يتغير، الاصدار الاول نفس الكود، الاصدار الثاني نفس الكود، الاصدار الثالث نفس الكود. فلما يكون جميع الاصدارات لها نفس الكود وفي اتفاقيه من ناحيه الكود، هذا الشيء راح يسهل لي امور كثيره، ما راح يكون شوي ارجع واعيد على الكود، صح ولا لا؟ ما راح يكون، راح يقلل من الاعاده والتعديل على الكود، انه اصلا نفس الكود. طيب الاستراكشر، ما هو الاستراكشر؟
احنا اخذنا الاركتكتشرز اللي هي المعماريه وخذنا الاورجنايزيشن اللي هي التنظيم، بس ما اخذنا ايش هو الستراكشر. الستراكشر هو الهيكله اوكي. فالستراكشر فوضى ترو فولس، فرق بين الاركتكتشرز والاورجنايزيشن والستراكشر. ما هو الستراكشر؟ هو الطريقه اللي اخلي جميع المكونات حقت الحاسب او حقت الكمبيوتر تتصل بعضها. يعني لو انا ما عندي استراكشر كان السي بي يو لحاله والميموري لحالها طايره والانبوت والاوتبوت لحاله طاير. فانا عندي الكمبيوتر مكون من ميموري وانبوت اوتبوت والسي بي يو. يعني اي كمبيوتر في العالم مكون من سي بي يو اللي هو المعالج، مكون من ميموري هي الذاكره، وانبوت اوتبوت. فايش هذه هي الكومبوننت، هذه هي اجزاء الكمبيوتر. وايش اللي يخلي هذه الاجزاء مترابطه ببعضها ببعض؟ اللي هو الستراكشر اللي هو الهيكله. فانا عن طريق الستراكشر اللي هو الهيكله، الهيكله او الستراكشر هو الطريقه اللي يخلي هذه المكونات حقت الحاسب هي السي بي يو والميموري والانبوت اوتبوت. الستراكشر هو الطريقه اللي يخلي الكومبوننت اللي مكونات الحاسب يعني تكون مترابطه ببعضها البعض. وش الفانكشن؟ الفانكشن عباره عن طريقه، الطريقه اللي تخلي العمليات حقت هذه الكومبوننت اللي هي ما هي فانكشنز، هي الطرق او هي العمليات حقت هذه الكومبوننت اوكي. فالهيكله هي اللي تربط لك اوكي هذول الكومبوننت مع بعض، بينما الفانكشنز الطرق يعني او الميثود او الطريقه يعني الفانكشنز هم العمليات حقت هذه الكومبوننت. فرقوا الستراكشر الهيكله هي اللي تربط لك هذه الكومبوننت كلها مع بعض، تربط لك كل المكونات بعضها ببعض. اما الفانكشنز لا، هي العمليات حقت هذه المكونات. شو ايش المكونات عندنا؟ اول مكون هو السي بي يو المعالج، ثاني شيء الميموري، اخر شيء عندنا الانبوت اوتبوت. فكل واحد عنده عمليه، سي بي يو ينفذ يعني وش الاوبريشن حقته، وش يسوي يعني وظيفته ينفذ العمليات. الميموري الاوبريشن حقتها وش وظيفتها تخزن. الانبوت اوتبوت وظيفته يعني اجهزه ادخال واخراج خارجيه، ادخل شيء خارجي يعني اكسترنال اوكي. فالمهم هنا راح نفهم بعدين ايش في وحده، بس المهم نفهم الحين انه ايش الفرق بين الستراكشر وبين الفانكشن. الستراكشر هو الهيكله اللي هي طريقه، الستراكشر هو طريقه اللي اخلي جميع المكونات حقت الحاسب يعني مترابطه متعلقه ببعضها البعض. لو ما عندي ستراكشر كانت طلعت المكونات كلها مو مترابطه. فاللي يخلي جميع المكونات حقت الحاسب مترابطه ببعضها البعض هو ستراكشر. بينما الفانكشنز هي العمليات حقت هذه المكونات، والفانكشنز هي اصلا جزء من الستراكشر. يعني الستراكشر هو شيء عام والفانكشن كانها جزء من الستراكشر. فالفانكشن جزء من الستراكشر، ولكن الستراكشر مو جزء من الفانكشن. طيب ناخذ الحين اللي هي انواع الفانكشنز اوكي. طيب انا الحين راح ناخذ انواع الفانكشنز اللي جوا الكمبيوتر. اي كمبيوتر بحياه عنده مجموعه من الفانكشنز. ما هي انواع الفانكشنز؟ في يعني ايش الفانكشنز يعني طريقه، او عندنا يعني وظيفه، ايش وظائف الكمبيوتر. يعني الفانكشن عباره عن طريقه او الوظيفه. ايش هي انواع الطرق اللي جوا الكمبيوتر، او ايش هي انواع الوظائف يعني بمعنى اصح اللي جوا الكمبيوتر. في عندي ايش احتاج انا؟ انا جوا الكمبيوتر احتاج في اعالج البيانات، احتاج احيانا اخزن البيانات، احيانا احتاج انقل البيانات، احيانا احتاج اسيطر على او اسوي كنترول على البيانات. يعني احتاج احيانا اعالج البيانات. كيف يعني اعالج البيانات؟ مثلا لو عندي مثلا ابغى عندي مثلا اكس قيمته 2 والواي قيمته 3، ابغى اقول اكس زائد واي، ابغى عندي مثلا عمليه حسابيه سواء كانت جمع طرح قسمه بقي قسمه ضرب، اي عمليه حسابيه ابغى اجمع ابغى اطرح ابغى اطلع ناتج شيء معين، فمعناته بروسينج. طيب لو انا بخزن بيانات، ابغى اخزن مثلا عندي مجموعه من البيانات ابغى اخزنها على الميموري فمعناته ستورج. طيب لو انا ابغى انقل بيانات، ابغى انقل مثلا عندي داتا او بيانات ابغى انقلها من مثلا السي دي الى الكمبيوتر، معناته هذه موفمنت نقل اوكي. او اني اسوي كنترول على البيانات، مثلا عندي هذا ملف ما ابغى احد يوصل له الا شخص ثاني، وهذا ملف ما ابغى احد يوصل له الا شخص ثاني، معناته اني راح اسوي سيطره او كنترول تحكم في البيانات. في ناس ابغاهم يشوفونها، ناس ثانيه ما ابغاهم يشوفونها، ابغى احط سكيورتي، ابغى احط امان وهكذا. انا عندي البيانات يا اني ابغى اعالجها، يا اني ابغى اخزنها، يا اني ابغى انقلها، يا اني ابغى اسوي تحكم عليها. فايش انواع الفانكشنز اللي جوا الكمبيوتر؟ انا عندي فانكشن تعالج بيانات، وعندي فانكشن تخزن البيانات، وعندي فانكشن مسؤوله عن نقل البيانات، وعندي اخر فانكشن اللي هي مسؤوله عن التحكم في البيانات. فانواع الفانكشن هم اربعه: داتا بروسينج، داتا ستورج، داتا موفمنت، وكنترول. يعني انا يا اني ابغى اعالج بيانات او اخزن بيانات او انقل بيانات او اتحكم في البيانات. هذه الرسمه
هي رسمة اللي هي الأوبريتنج إنفايرمنت. لو طلبت منك اختبار أبغى رسمة الأوبريتنج إنفايرمنت، هذه يحفظ أول شيء نحط هنا طبعاً يعني أماكن ثابتة، هنا مكان الداتا موفمنت، وطبعاً الكنترول راح يكون بالنص، وهنا الستورج، وهنا البروسيسنج. دائما نحط كل واحد لها سهم داخل وسهم طالع، سهم داخل سهم طالع، سهم داخل طالع، كل واحد. كيف هذا يمكن يجيك في اختبار؟ لو أنا طبعاً هذا ممكن يجيك في اختبار، هذه رسمات مرة مهمة معاكم كلها. أوكي، فراح نشرح الحين واحدة واحدة بالدور. طيب بنات معلش علق معي الجهاز فجأة، فراح اضطر الحين اقفل الفيديو، وان شاء الله راح اكمل المحاضرة الفيديو القادم، راح نكمل اللي هي الفانكشنز وكل وحدة وطريقتها ورسمتها ان شاء الله.